مش محتاجة وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا كلها ان شاء الله اللي على قد الايد. وهنعمل مع بعض دلوقتي ايه؟ فته عدس. مش قلت لكم انا هيصكوا عدس؟ بقى هنهيص مع بعض عدس. ومعانا سمنه اميره هنعمل بيها النهارده فته العدس، نوع من انواع العدس. احنا بنعمل العدس بتاعنا ازاي؟ الاولاني خالص الطبيعي، اما نيجي نسلقه عدس اصفر، بطاطس، بصل وثوم وطماطم وجزر. ده اول حاجه. بصي بنعمل ايه؟ نقول بسم الله، حط مية على النار، ماشي، اولع كمان ايه على دي عشان احمر فيها. حط مية على النار، ده من اول خالص اهو بنعمل عدس مع بعض من تاني. حط فيه العدس ده حوالي مثلا ايه ربع كيلو عدس، ماشي. نحط لها سكينه، بطاطسايه، طماطمايه، جزرايه، كل ده بقى حاجات مفيده جدا. انا كنت بقطع بس العيش عشان ايه فتت العيش بتاعتنا، فتت العدس بتاعتنا بالعيش، يعني ما تحتاجيش غموس فيها ولا حاجه، ماشي. حتتين بطاطس كده، طماطمايه اربع تربعين حتت كبيره، انا كده كده انا هضربها في الخلاط كده، طماطم، جزره، كل ده طبعا كده، ماشي. ناخد فصين من الثوم، كل ده سليم كده يعني، يا دوب اقشرها بس، فصين من الثوم اقشرهم واروح ايه خلاص ده هنا، شكرا، ماشي. ناخد فصين من الثوم قشرهم بس كده سلام زي ما هم بس متقشرين كده، كل ده بيطعم العدس بيخليه طعم جدا جدا ان شاء الله يعني. والبصلايه برضو اربع ارباع كده، حط كل ده على النار مع بعضه كده واسيبه يسلق، ياخد معاكي مش وقت كبير خالص، مفيش ربع ساعة هيكون مستوي خلاص. اشيل الحاجات دي هنا كده واوريكي هنكمل مع بعض فتة العدس ازاي. طب هي خلاص كده اتسلقت، بنعمل فيها ايه؟ انا حبيت بس ان عملتها قريب بس حبيت اوريكي من تاني ازاي بنعمل العدس، عشان مش الحلقة فاتت شفنا الحلقات دي ويعمل معانا فتة العدس من اولها. ادي كده بصوا كده، بعد ما اتسلق العدس نعمل فيه ايه بقى؟ نضربه في الخلاط، نجيب كده بسم الله الرحمن الرحيم، كله مع بعضه، العدس مع الجزر مع البطاطس مع الطماطم مع البصل والثوم، تمام. قولي بس هنعمل الكمية دي خلاص. نكملها معانا ام محمد، اهلا وسهلا. عليكم صباح الله وبركاته، ازيك يا ام محمد؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ شكرين قوي 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 على حاجه حلوه بتعمليها. ربنا يخليك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. ربنا يبارك لك، الله يكرمك يا رب. ازي صحتك انت؟ حاجات كتير قوي قوي قوي، الله يكرمك يا رب، ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. طلب عندك يا ريت يعني جربي، عايزه والله عزيمه الباباز،
باباز؟ اه حاضر حاضر عينيا. ليكي سؤال تاني؟ لا كتر خيرك. شكرا شكرا أوي جدا ليكي. شكرا. بس قطعت العيش كده مربعات برضو، اديله تحميصه. ناخد معلقه من سمنه اميره، ونحمص فيها العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هاني، اهلا وسهلا. لا هند. هند ازيك يا هند؟ عامله ايه؟ مش قادره اقول لك احنا بنحبك قد ايه والله. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. ايه اخبارك؟ الحمد لله كويسه. انت عامله ايه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. مش قادره اقول لك، بصي ما بسيبش حضرتك ولا لحظه، يعني دي تاني اجنده ليا اهي. ايوه طيب ما شاء الله عليك، ربنا يفيدك بيهم يا حبيبتي. يعني انا لسه انسه، وبصي والله العظيم ما بفوت لك ولا لحظه. بتكتبي بس ولا بتشتغلي وتنفذي؟ بشتغل وبنفذ. ايوه ما دي اهم حاجه. انت حضرتك بتقولي انا بحط كذا، بروح جايه قايله برضه بحط كذا على كذا، يعني بكتب الطريقه بالعمايل بتاعتي. برافو عليكي، برافو عليكي يا حبيبتي، برافو عليكي. طب انت كنت جبت طريقه السحلب بس انا ما لحقتش اكتبها، ممكن تنزلها لي بس؟ طب حاضر عينيا حاضر. يبقى احنا عايزين كده طريقه السحلب والباباز لو سمحتوا. حاضر عينينا. ليكي سؤال تاني؟ شكرا جدا ليكي. اجيب بقى حله تانيه اعمل ايه؟ التومه بتاعت الفته. ماشي؟ تومه الفته بنعملها ازاي؟ إيه الاغلبيه بنعملها بتوم وخل بس، انا بزود لها طماطم بخليها لون حلو كده فوق الفته برضو. يعني هي الفته ما فيهاش اي حاجه خالص غير انا اهو ضربته في الخلاط، هبدا ان انا انزله على النار واحط له مثلا الملح بتاعته والملح والفلفل واتبله بقى التتبيله زي ما هي كلها، وهعمل لها الايه؟ التومه بتاعتها اللي هي الخل والتوم. اسيب بس الاول كده العيش عشان ابقى خلصت من ايه؟ من تحميصة العيش. احمص العيش هنا كده، ما نزلوش طري قوي. عارفين انتوا في بينزلوه طري كتير بس بقى بيعجن بسرعه جدا، انا كده لما بحمصه بديله عمر اطول. يعني في كتير يقطعوا العيش زي ما هو كده يحطوه في الطبق وعليه العدس. مقادير السحلب اهي معانا، يا ريت نشوفها مع بعض وتصوريها. طبعا دول يومين ايه؟ يومين السحلب اليومين دول. خلاص كده. طيب انا ممكن ايه اشيل ده من على النار، انت خلاص شفتي الخطوه دي ان انا حطيت ايه؟ حطيت العدس عليه بصلايه طماطمايه جزرايه بصل وتوم، يغلوا لغايه ما يسلقوا كويس جدا، وضربتهم في الخلاط بالطريقه دي. خلاص اجيب بقى انا ايه؟ ممكن حله ثانيه. خلاص الخطه دي خلاص الحمد لله كده، اسيبها لما تتسلق اشيلها هنا. السلقات ضربتها في الخلاط، اجيب هنا حله تانية كده واديها معلقه من سمنه اميره برضو. طبعا كميه السمنه قد كميه العدس بتاعتنا. اوكي انا كده عايزه بصلايه، دي بصلايه من عندنا من هنا. اقطع بصلايه ماشي عشان ادي طعم للايه؟ ادي طعم للعدس بتاعي كمان، يعني مش هخليه فته بس، لا ده انا كمان هخلي العدس نفسه غني. احمر له بصلايه كده حته صغننه. ماشي طبعا اقلب في العيش زي ما انا كده. انت ممكن تحطي العيش ني لو انت تاكليه في ساعتها. تحمصي العيش زي ما اتفقنا عشان دي حاجه مهمه قوي، بتخليها زياده شويه، يعني بتخلي الفته ممكن تقعد معاكي ساعه ساعتين كويسه، انما لو عملتيها بعيش ني لازم في ساعتها تتاكل. معانا نازله، اهلا وسهلا يا نازله. اسم الجميل ده مصري الاسم ده. ربنا يخليكي. ازيك؟
الحمد لله. بقول لحضرتك عايزه اعمل تهنئه لحفيدي. اه طبعا اتفضلي. فتحي محمود فتحي عمار. ايوه اهلا وسهلا. عيد ميلاده كان امبارح. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كل سنه هو طيب. وهي حضرتك طيبة. الله يكرمك. بقول له عقبال كل سنه وعقبال 100 سنه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله على خير في صحتك كده ان شاء الله حبيبتي تفرحي بيهم. متشكره قوي متشكره قوي على اللي بتعمليه والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. شكرا جدا. ربنا يخليك لمصر كلها. الله يكرمك يا رب. مفيش اي سؤال طيب؟ شكرا شكرا عليك. شكرا لك جدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا ليكي قوي. ماشي ادي كده اجيب معلقه ثانيه عشان ايه الناحيه الثانيه حله سخنت برضو اعمل فيها الطشه واكسب معايا وقت. بصوا كده معلقه سمنه اميره. ام ملك معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام ملك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ عامله الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ يسلم ايديك على كل الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها لنا دي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي. انت اخبارك ايه؟ كنت عايزه اسالك على حاجه بس يعني يا ريت اموري تقولها لي. اه يا ريت اتفضلي. عايزه طريقه عمل التورته ضروري يا مدام نجلاء. التورته؟ طيب حاضر. يا ريت ما ادري كيكه الاسفنجيه؟ ما تنسيش بس تقوليها لي كلها. يعني الكيكه الاسفنجيه ولا عايزاها بالزواق وكل حاجه؟ طب طلعوا مقادير الكيكه الاسفنجيه لو سمحتوا. بص التومه اهي وهنا البصله ماشي؟ آه ماشي طلعك اللي فيها خل ماشي اوكي عشان تطلع معايا كويس ان شاء الله. ادي بصلايه كده بحمرها هنا مع شويه ملح وهنا التومه مع شويه ملح برضو واجيب الخل احمرها بس الاول تتحمر تمام واديها الايه الخل. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد حوالي ربع كوبايه خل وبعدين اديها ايه اديها عصير الطماطم تغلي بس كده غلوه. شفت بقى الخطوات دي كلها شفطت العدس. يلا عامل لها قيمه جباره. لا بس هي صراحه تستاهل. مفيش كبشه تانيه ماشي. طيب انا هحط الطماطم هنا تتسبك كده مش بكبشه ولا حاجه. حبه الطماطم مش كتير انا عايزاها الوش بس وهسيبها تتسبك واحط لها فلفل اسود لغايه ما تجولي من الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل ودلوقتي بصوا حمرت البصله وسبكنا الصلصه اللي بالثوم والخل. ادي كده البصلايه بصوا احمرت قوي كده انا عايزاها محمره وبعدين اعمل عليها ايه انزل عليها العدس اللي ضربته في الخلاط. العدس ده اللي كان ايه عدس وبصل وثوم وطماطمايه وبصلايه وطماطم وجزر وايه طماطم وجزر وبطاطس ماشي كده. نزل كل العدس كده ضربوه في الخلاط ده كلهم اتسلقوا مع بعض وضربتهم في الخلاط اهم بالشكل ده. واديهم بقى ايه الملح والفلفل كمون التوابل اللي بتحبيها فلفل اسود والملح ملحيها حلوه التمليحه بتاعتك. حابه تضيفي كمون حابه تضيفي اي بهارات تانيه زي ما انت عايزه. هي تغلي غلوه وخلاص كده فتت العدس خلصت. هبص بقى ايه نطبقها على بعض ازاي. انا دلوقتي كده كبشه ما جاتش كبشه تانيه ماشي. انا كده عندي العدس اهو وادي الصلصه اللي عملتها بالخل والثوم. في ناس بيعملوا خل وثوم من غير طماطم ده كتير. بص كده بالراحه كده نشرب العيش برده كده منها حاجه بسيطه قوي واديها من ايه من العدس عليها كده. ممكن ادي كمان طب ايه رايكم بصوا بصوا بقى قبل ما هنزل برده العدس عليها هدي له كبشه من ايه من الصلصه ام خل وتوم دي واقلبها معاها كده اطعم العدس كمان وكمان.
يبقى انا محمره له بصله واديته كمان ايه معلقه من اللي فيها خل وثوم وصلصه. معانا هاله. الو صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا عندي مشكله دلوقتي. ايه خير؟ انا مخليله زيتون اخضر. ايوه. اكله. اه. لقيته ملحه كتير قوي. ما طب إيه؟ بصي اقول لك انا حاجه. نزلي نص الميه اللي فيه. اه. واغلي ميه واسيبيها تبرد وكمليها عليه. اه. يا فاهمة ازاي؟ ميه بصي ولا ايه؟ لا ما بحطوش تاني خالص، بس هزودي ميه، يعني هنشيل نص الميه لو هو مالح قوي شيلي نص الميه. وبعدين حطي ملح وحطي ميه على النار تغلي وسيبيها تبرد خالص، وبعدين كملي بيها الزيتون ورجيه بقى. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. سؤال تاني معلش. ايوه. ممكن حضرتك تبقي تعملي لنا زلابيا؟ زلابيا ما بعرفش اعملها خالص. حاضر عيني، انا عملناها كذا مره ونعملها تاني. حاضر شكرا ليكي جدا. هبص كده ادي حته العدس بتاعتنا، نغطي كل العيش ونديها على وشها حبه برضو من الصلصه والثوم كده والخل. معانا مين؟ ساميه. ايوه. ازيك يا ساميه؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ ازيك يا استاذه نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. سلم ايديك على كل حاجه. الله يخليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا رب. انا عايزه اذي بس عشان عيد ميلاد عبد الرحمن النهارده. اه كل سنه هو طيب. وجانا ما شاء الله كل سنه. دول اولادك؟ اولاد احفادي. ما شاء الله. الله اكبر. بس ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا حبيبتي، تفرحي بيهم يا رب. ما شاء الله. وعمر كل سنه وانتم طيبين كلكم. انا فرحانه جدا ان انا كلمتك. ربنا يخليكي يا حياتي، متشكره جدا ليكي. شكرا. كل سنه وانتم طيبين كلكم يا رب. بصوا بقى هنعمل مع بعض كيكه العسل. كيكه بالعسل النحل. كتير قوي الاولاد مش بيرضوا ياكلوا عسل النحل كده صريح. احنا ان شاء الله هندخله جوه حاجات كتير جدا انه مفيد جدا. فبيبقى عندنا مثلا بنجيب كيلو عسل بقى السنه كلها ما بنعملش بيه حاجه، لا احنا هنشغله ان شاء الله في حاجات كتير قوي. والنهارده هنعمل بيها كيكه، هنسقي بيها الكيكه بتاعتنا، وهقول لك طريقه ظريفه جدا. احنا الاول بصي مقادير الكيكه العاديه، عندنا 3 كوبايات دقيق، 5 بيضات، كوبايه من الزيت، كوبايه وربع من السكر، انا قللت السكر شويه عشان عندي عسل، وكوبايه لبن، ونص كوبايه من الكاكاو، وباكو بيكنج باودر وفانيليا. ماشي. هاخد كده على الخلاط ايه؟ الخمس بيضات. طبعا الفرن سخن والصينيه جاهزه ومدهونه، هاخدها رشها دقيق. ماشي. هاخد الخمس بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل كيكه بتاعت الخلاط دي، بس اهم حاجه ان انت ما تعمليش ايه؟ اوعي تنزلي الدقيق في الخلاط مهما كانت الكميه قليله. مش تقولي بالمره بقى اقعديها خبطه على السريع كده في الخلاط، لا اوعي ابدا. على طول ما بتنفش معاكي خالص. بصي بقى 5 بيضات دي انا عاملاها طريه علشان تشرب من العسل حلو. ماشي. كوبايه وربع سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه زيت. اللبن ده مش هاخده كله، هاخد نصه بس، وخلي ده احتياطي جنبي دايما السائل ماخدوش كله. فانيليا واضربهم في الخلاط. حاجه هنا في بوله هاخد الدقيق، 3 كوبايات الدقيق. ماشي. وهاخد البيكنج باودر ورشه الملح. بس حلو كده. خلاص هاخد ايه؟ 3 كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، رشه ملح، واقلبهم كلهم مع بعض. ماشي. واقلبهم مع بعض كده. 3 كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، رشه ملح. هنا في الخلاط حاطه ايه؟ حتى 5 بيضات.
حاطه كوبايه وربع سكر، حاطه كوبايه زيت، حاطه فانيليا، حطيت حوالي نص كوبايه اللبن او ثلاث ارباعها كده مش كلها. ماشي، هاجي هنا ضربتهم في الخلاط اهم، اعيد عليهم تاني. طبعا ده اسهل طريقه بقى، بلا مضرب بيض بلا حاجه، بدل مكيكه عاديه مش عايزينها اسفنجيه، اسهل طريقه الخلاط. بصوا هنزل كده، هسيب حوالي يا دوبك ما مش هيكمل كوبايه، قولي نص كوبايه في الخلاط، وراح ضايفه لها ايه؟ نص كوبايه الكاكاو. يبقى سبت نص كوبايه كل الخليط ده في الخلاط، وضفت لها نص كوبايه ايه؟ الكاكاو. وهرجع اضربها تاني. معانا فتحيه، اهلا وسهلا يا فتحيه. صباح الخير يا ست الكل. صباح الفل عليك، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. من فضلك، انا حفيدتي طلبت اعمل لها السمسميه زي ما حضرتك قلتيها في التلفزيون. ايوه، مرتين اعملها وتطلع طريه وسكر خالص. انا استعملت العسل بدل الجلوكوز. العسل ايه؟ عسل ابيض. ما انت سبتيه يغلي على النار كويس؟ طبعا. وحطيتي معاه ملح ليمون؟ حطيت عصر ليمون. عصر ليمون ماشي. هي شغاله، بس ملح الليمون اجود ان هو مش بيخليه يسكر معاكي. وبعدين ما بتقلبيهوش على النار، بتسيبيه يغلي حلو قوي كتير قبل ما تضيفي السمسم. قولي. بس طلع مسكر قوي وطري، طري يعني ما بينش. ما هو طري دي يعني معناه العسل ما العسل ما استواش معاكي حلو. لازم العسل يستوي على النار كويس جدا، يغلي قوي قوي قوي، يعني يقرب ان هو يجمد يعني، فاهمه ازاي؟ بتحس ان هو تقيل معاكي، بيمط كده وهو على النار بيمط كتير، بس بيغلي حبه كتيره. هي دي حاجه مهمه قوي، ان لازم يستوي كويس على النار، لان كل ما طري دي يعني احنا ما وصلناش لدرجه ان هو تقل معانا، لازم يتقل حلو عشان لما انزل له سمسم واسخنه كده وافرده يتكسر معاك تكسير. دي حاجه مهمه قوي، طولي بس ان هو يغلي على النار شويه وان شاء الله هينجح معاكي. وحاولي تجيبي ملح الليمون. معانا مين؟ مروه. اروى، ازيك يا اروى؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا والله. ربنا يخليكي حبيبتي، ايه اخبارك؟ كل الاكلات بتطبقها وجوزي بيحبها جدا، وكل يعني كلنا قاعدين بنشتغل. طب الحمد لله، الحمد لله. مين فيكم اللي بيطبخ يعني؟ أكيد أنا، هو بيتعبنا طبعا لازم. طيب الحمد لله، برافو عليكي. الحياة تعاون. أكيد والله، أكيد. ما شاء الله عليكي. إيه أخبارك؟ ليكي سؤال؟ لا أنا حابة أسلم عليكي وبس، أنا بحب مشاهدينك ويعني والجمهور اللي هو بيستمع جدا جدا. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. أنا كده إن هم يعني حاجة بسيطة كده، إن ربنا يكرمنا، نفسي أبقى أم والله. إن شاء الله، ربنا يديكي يا رب إن شاء الله يا حبيبتي. يديك خير ان شاء الله. بص كده كل الناس هتدعي لك ان شاء الله. شوف بقى الخلطه دي، نخلط الكاكاو مع نص كوبايه الكاكاو مع الحبه اللي فاضلين من ايه؟ في الارضيه كده. انا خليت بتاع نص كوبايه بس، بس ايه الخبط معاهم كده الكاكاو عشان يتضرب معاها حلو. وهنزله. بص قطعت العجينه ازاي، هوريك هعمل بيها ايه دلوقتي. هخلي لها شكل وطعم، يعني انا مش هستعمل عسل النحل بس، لا انا كمان هخلي لها ايه؟ شكل. نسأل ده كده علشان ايه؟ بينطور لي الكاكاو فوق. رنين اهلا وسهلا. السلام عليكم. تحت الله وبركاته، ازيك يا رنين؟ الحمد لله تمام. حضرتك عامله ايه مدام نجلاء؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام والله. انا معجبه بحضرتك جدا وباكل حضرتك، وربنا يخليكي لينا يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي. مالكيش اي سؤال طيب؟ انا بس كنت عايزه ابعت هدا لماما، لانها يعني كنت عايزه ابعت هدا لماما. ايوه. بس الكل انها والله الحمد لله مش يعني مش حامله من اي حاجه، كل حاجه بتعمليها بتعملها لنا في البيت يعني. ما شاء الله عليكي، ماشي حبيبتي، ربنا يخليها لك، يا رب يخليكي ليها يا حبيبتي.
طيب تمام. شكرا جدا لك. انا دلوقتي وانا عاملينها مفاجاه يعني ربنا يخليها لك. اه لا ما شاء الله عليكي طبعا يعني ايه ونعمل ابنه وربنا يخليكي ليها ويخليها لك يا حبيبتي. بصوا بقى حبه الكاكاو دول ايه الريزلين دول مش عايزين ايه يتلحلحوا احنا اللي لحلحهم بقى مش فايده كده. حطينا جزء بكاكاو سبت حوالي نص كوبايه من الخليط في كاكاو وضفت له حوالي نص كوبايه من الكاكاو برده يعني نص كوبايه من الخليط مع نص كوبايه من الكاكاو ماشي. هاجي بقى هنا كده معانا يا مها. اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله ربنا يخليكي يا رب. ازاي حضرتك عامله ايه؟ وعينيكي وايديكي يعني مش عايزه اقول لك. الله يكرمك يا رب. فتحتي وانا قاعده قدامك. ربنا يخليكي يا حبيبتي ربنا يخليكي. يعني مخليه كل اهلي بيتفرجوا عليكي. الله يكرمك يا رب. ميرسي ليكي قوي. الله يخليك. شكرا جدا ليكي. ربنا ما يحرمنا منك يا رب. الله يكرمك الله يخليكي يا حبيبتي. بصوا بقى هننزل ده كده من هنا وده من هنا. ماشي بولتين كده وننزل على الناحيتين كده. ساعد دي هنا سيب واحده واساعد الثانيه بسرعه عشان يديني ايه نصين. كده وساعد الثانيه كده. بس لازم الاول تنزلي بيهم الاثنين مع بعض علشان ايه ما تنزلش الاولانيه تروح واخده الصينيه كلها. لا الاول الاثنين نزلي الاثنين مع بعض كل واحد ياخد مكانه وبعدين ايه ساعدي بقى كل واحده ان انت تنزلي الخليط اللي فيها بالشكل دوت ماشي. وننضفها وندخلها الفرن وهوريك كمان نعمل العسل النحل بقى ايه مكانه هنا معانا. نشيل بس كده الحاجات دي. ماشي ادخلها الفرن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم على 180 درجة كده مظبوطة خلاص. ام ريم اهلا وسهلا. ازيك يا ام ريم؟ ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا مدام نجلاء عامله ايه؟ الحمد لله. انت ازيك عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله والله بخير الحمد لله. ليك اي سؤال؟ لا السلام عليكي. بس انا معجبه بحضرتك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي شكرا جدا ليكي. بص بقى نجيب كزرونه كده عشان نعمل الخليط بتاعنا دوت. طب نعمله بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد الايه ورجعنا من الفاصل ودلوقتي هنعمل مع بعض المكرونه المبكبكه. ليه بيقولوا عليها مبكبكه؟ هي دي اكله ليبيه وبعدين بتستوي وهي نيه زي ما هي كده بنحطها مع الاكل بتبكبك كده. لازم تاكل وهي بتبكبك. لو ما قلتلهاش هي بتبكبك هتلاقيها بقت حته واحده لازم تاكل في ساعتها يعني. فاول حاجه نعملها مع بعض دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لكم المقادير ونشتغل واحنا طبعا. بصوا انا كنت هعمل المره اللي فاتت ديت اللي هي الصلصه بتاعت او الصوص بتاع الكيكه هعمله لما الكيكه تستوي. ليه؟ انا هسخنه شويه وهسقيه الكيكه وهو سخن شويه عشان تشربه حلو قوي ماشي. فاحنا عندنا مكرونه اي نوع مكرونه صغيره كبيره شويه اي نوع مكرونه قطع من الفراخ حمص بصل صلصه عصير طماطم فلفل وايه وفلفل حامي وفلفل رومي الاثنين مع بعض ماشي. هاجي هنا لماذا هذا اجيب معلقه من سمنه اميره ماشي. هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعملها بالفراخ
وهنعمل فلفل وهنعمل بصل، وعندي الحمص ده مسلوق. حمص ايه؟ مسلوق. لازم 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 سيح السمنه كده. طبعا الكيكه في الفرن شكلها الحمد لله كويس. اديها ايه، حته بصله ممكن الكميه دي كده كويسه علشان اطعمها. يبقى هطعمها بايه؟ بصل وفلفل، وفلفل حامي عشان تبقى حرقه شويه. طبعا الملح، ماشي، معلقه بابريكا، معلقه كركم، وحمصها مع البصلايه والفلفل، فلفل رومي حبة صغيرين كده الأول، أدبلهم كده معاها. المكرونة النهاردة هعملها بإيه؟ بالفراخ. في كتير قوي بيعملوها بأشكال، في بيعملوها بلحمة، في بيعملوها بخضار، بس زي ما أنت عايزة. بس أنا خليها النهاردة إيه، أكلة واحدة كده. فأديها فراخ، ممكن حتى الكمية دي كفاية عشان تلحق تستوي معانا. واديها فلفل اسود. طبعا الفراخ لازم تستوي، تستوي حلو. بعد ما تستوي هديها ايه، عصير طماطم تستوي فيه تاني، وبعدين انزلها في الاخر خالص المكرونه واسيبها 10 دقايق تستوي بس كده. اكتر من كده مفيش. بس بقى هنا لما اجي احط الطماطم واسيبها تستوي، عايزه اجيب بقى الحمص اضيفه، عايزه اجيب فلفل تاني اضيفه، عايزه اي خضار انت عايزاه، ممكن بطاطس مقطع صغنن، ممكن بسله، زي ما انت عايزه. عايز تمشي على طريقتنا زي ما احنا كده، خليكي معايا خطوه خطوه ان شاء الله. كده اشيل دول خلاص. هعمل لكم كمان النهارده بيتزا ملونه جميله جدا، الاطفال تعجبهم قوي. طبعا احنا عندنا الوان، فاكرين احنا عملنا قريب رز ملون، فاكرين؟ فاكيد عندنا بقى الوان كده، منهم هناخد منهم على سن المعلقه بس من اللون بتاعها، وهنعمل منهم بيتزا حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم. يعني ادي كده المكرونه، عملت بصلايه معاها فلفل حامي، فلفل رومي، معلقه كركم، معلقه بابريكا، وملح وفلفل، وبدي تشويحه للفراخ كده حلوه فيها. هي المكرونه دي تبقى عايمه كده في الصوص بتاعها، مش بتبقى ناشفه زي المكرونه بتاعتنا اللي هي الصلصه مثلا، لا دي تبقى عايمه في الصوص، بتبقبق زي ما بيقولوا. معانا احلام، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ ازيك انت؟ تسلم ايديكي، ربنا يخليكي على كل حاجه حلوه بتعمليها. الله يكرمك يا رب، الله يخليك. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ازيك انت؟ الحمد لله والله، الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، تسلميلي تسلميلي. ليك اي سؤال؟ مش مخليانا عايزين نسال حاجه بصراحه والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. درجه احفادي لما يجوا عندي عملت لنا ايه جديد من الشيف نجلاء؟ ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي. ممكن ابعت اهداء لبنتي بعيد ميلادها في نيويورك؟ طبعا طبعا، كل سنه وهي طيبه وانت طيبه. وانت فضلي. طيبه. اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ريحات، انت وجوزك، وربنا يشفيك يا بنتي، وسنه سعيده عليكي انت وجوزك، وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. امين يا رب العالمين، انت وهم يا رب على خير يا رب حبيبتي، وانت طيبه. معانا ام احمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا نجلاء، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد والله لله. والله الله يخليك، كان نفسي من زمان ان انا اكلمك يا مدام نجلاء. اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. الله يخليك. لو سمحتي انا ممكن اتكلم معاكي، عايزه بس رقم التليفون الخاص. حاضر، عينيا. هيدريك كنترول. حاضر. هيدريك الفلفل اللي انا عايزاه بقى، والحمص، حمص مسلوق منقوع ومسلوق، ماشي. ودي عصير طماطم تقيل كده،
حطيت معلقه صلصه على فكره مع الفراخ برضو، شربتها ايه من الصلصه دي، هديها عصير الطماطم كده وهسيبها تغلي كذا غلوه، وبعدين ايه اتاكد بس ان الفراخ استوت والطماطم تتسبك شويه، اديها بعد كده شويه ميه وانزل عليها المكرونه بقى، ميه وتغلي معاها وانزل المكرونه، بيبقى صوصها زي ما اتفقنا كتير، فدي اغطي عليها كده شويه، بس عايزه اديها شويه ملح كمان. علشان تبقى مظبوطه ان شاء الله. ادي كده المكرونه خلصت. شفتوا سهله ازاي؟ عشان كده قلت اعملها بالفراخ تبقى كلها وجبه واحده. فراخ والحمص والفلفل. معانا ايناس؟ يا ايناس. السلام عليكم. الو. الو. ايوه يا مدام نجلاء. ازيك يا ايناس عامله ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ قوي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ انا كويسه الحمد لله. معلش انا كنت عايزه منك شويه طلبات. اخباري؟ عايزه اول حاجه اللي هي شكلمه، بس تقولي لي المقادير والطريقه. حاضر. وعايزه انا حوشت الليمون زي ما الاخ اتصل وقال. فانا عايزه طريقه التمليح. حاضر. عيني. ليكي سؤال تاني؟ لا شكرا. شكرا جدا ليكي. بصوا بقى البيتزا الملونه اللي بقول لكم عليها دي. معانا مين؟ امل. معانا امل، اهلا وسهلا. زيك يا امل. طب ماشي شكرا، كلمينا تاني معلش. بصوا البيتزا الملونه دي بنعملها بايه؟ ممكن نستلف الصلصه دي تاني. بصوا بقى هنا عندنا الدقيق، 3 كوبايات دقيق معاهم ربع كوبايه سمنه زيت، معاهم حوالي كوبايه من اللبن هعجن بيها، معلقه ونص خميره كبيره، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وعندنا لونين احمر واخضر، وعندنا بقى للصلصه هنعمل للوشه الصلصه بتاعتها اللي هي ايه؟ صلصه وزيت وزعتر، ولو عايزه تضيفي توم مفروم ضيفي توم مفروم عليها برده بتبقى حلوه جدا. دي الاطعم ايه؟ الصلصه. بنحط عليها كمان ايه بقى من وشها؟ الحشوه اللي انت عايزاها. انا مجرد حواليك طبعا كل الخطوات، والنهارده انا هعملها يعني بجبنه وفلفل بس، انت عايزه تزودي لها بقى لحم مفروم، عايزه تزودي لها فراخ، عايزه تزودي لها سجق، زي ما انت عايزه. بس انا هعملها النهارده خفيفه جدا، اساسنا ان هي هتكون ملونه، ان هي هنعمل منها اخضر واحمر وابيض كده شكل كده للاطفال حلوين جدا، وهنعملها بالصلصه وعليها جبنه وايه جبنه وفلفل بس وزيتون طبعا، يعني الحاجات القليله قوي بتاعت البيتزا. ايوه بصي هتغلي، هي عايزاها تغلي كام غلوه كمان، واديها شويه ميه وبعدين احط لها المكرونه. هي كده خلصت، وبنسيب المكرونه بعد كده حوالي 10 دقائق، بنسيبها تغلي فيها 10 دقائق كده في تبقى عامله زي مش الشوربه، اقل شويه منها، تمسكيها تلاقي المكرونه استوت خلاص، هي تبقى حلوه جدا، مش هتعجن ولا اي حاجه، تبقى ان شاء الله زي الفل. بس اهم حاجه الاكله دي تتعمل على الاكل، يعني خلاص الغدا فاضل له 10 دقائق وهناكل بنعملها، فما ازاي في ساعه الغدا على طول، يعني مجرد ما خلاص اكل هتاكلي على طول، ما تتركنش يعني ما تتركنش مثلا اللي بالليل او لتاني يوم، لا ما بتنفعش، هي في ساعتها بس، هي اكله بنت يومها زي ما بيقولوا. ماشي. فهنا دلوقتي انا هعوز ايه اعجب بس العجينه دي عشان اوريكي ازاي هنلونها. اول حاجه هنعجنها كلها اللي هم 3 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه ونص كبيره دقيق خميره فوريه، ورشه الملح. ماشي. واقلبهم دول مع بعض كده، ممكن تحطي معلقه سكر كمان، يبقى كده حطيت ايه دقيق وخميره وبيكنج باودر ورشه الملح. اعجن العجينه كلها وبعدين ابدا الون. ابدا الون ازاي بقى هوريكي برده واحده واحده. ادي ربع كوبايه الزيت، وعاملاها النهارده بيتزا مغذيه باللبن، احط ايه شويه الاول نص كوبايه لبن كده اعجن بيها، وبعدين اشوف الاخبار ايه. واعجن اعمل عجينه عجينه بقى واسيبها ايه، بس مش هتبقى تبقى لما الونها، انا هلونها واخلصها كلها وبعدين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين اسيبها تخمر وهي متلونه. كده. طبعا البيتزا تكون عجونه طريه جدا.
طريقه حلوه يعني، يعني مش جدا قوي، لا طريقه حلوه. ماشي ازودها شويه من الميه، الميه بسم الله الرحمن الرحيم، سنه ميه صغننه. معانا اسراء، اهلا وسهلا. ايوه ازيك يا مدام نجلاء. ازيك يا اسراء عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بحب المطبخ جدا، وحضرتك خليتيني مهووسه بيه اكتر. ربنا يخليك، برافو عليك، شاطره، ما دي حاجه مهمه. انا متجوزه من شهرين، واصلا انا بحب المطبخ جدا والمعجنات وكده، ف يعني الحمد لله بقيت بعمل حاجات حلوه جدا بعد ما كمان شفت حضرتك. ربنا يخليكي، حتى برافو عليك. ليك اي سؤال بقى؟ اه معلش، ممكن يعني كذا سؤال. طبعا. بصي حضرتك، الملفي اللي عملتيه قبل كده ينفع للملفي الحلو اللي هو زي اللي بنشتريه ده للجاتوهات؟ ولا بس المعجن؟ ايه؟ للجاتوهات قصدك؟ اه اللي هو الملفي. اه لو زي اللي بنشتريه. ايوه انت ممكن تسويها زي ما هي، يعني اعمليها زي ما هي كده من غير ما تشكليها، وبعدين شكليها بعد السوا، فممكن طبعا. اه تمام. ان شاء الله. طيب البسبوسه بقى، يعني حضرتك نزلتي مقاديرها كذا مره بس ما قلتيش طريقتها، فانا بعملها وبحط لها عسل بس بتنشف مني جدا، بيبقى طعمها زي طعم بره بالظبط، بس بتبقى ناشفه قوي لو قعدت شويه بتبقى زي الحجر. ما مش بتغطيها؟ عارفه ايه؟ ما بتغطيهاش؟ لا مش بغطيها، بسيبها كده. لا يعني انت سويها في الفرن عادي، كل المقادير تبقى على بعضها، هي ملهاش مقادير مظبوط يعني، كله على بعضه، وبعدين تسويها في، اهم حاجه يكون معاكي مش بتنزلش طريه كده، بتنزل سميكه، تبقى معاكي ايه؟ لازم ما تكون بتنزل مش زي كيكه كده تنزل بسهوله، لا بتبقى سميكه كده وهي نازله، وتفرديها بالصينيه بمعلقه كده، وتدخليها الفرن تستوي، تطلع تسقي بالعسل سخن، هي سخنه والعسل بتاعها سخن، وتغطيها على طول، هتلاقي بقت طريه جدا ان شاء الله. اوكي ثواني بس، ايه انا دلوقتي خلاص كده، بصوا هي الصلصه كده خلاص، ابدا انزل فيها ايه شويه ميه والمكرونه كده، وهنزل المكرونه وهسيبها يغلوا مع بعض وتستوي بقى كده، ممكن كده كفايه عشان هي طبعا بتكتر جدا، وهسيبه فاصل بقى صغير دلوقتي على ما تستوي ان شاء الله، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، عندنا عملية جراحية بقى دلوقتي. لازم نتعقب لها. مضطرين لازم يعني. أنا عندي العجينة أهو ثلاث أجزاء، هبدأ بقى ألون، هسيب واحدة بيضة زي ما هي حلوة كده، وآخد واحدة إيه ألون التانيين، فطبعًا لازم وانتش إيه بتتبهدل، فناخد الأخضر مثلًا أو الأحمر اللي أنت عايزاه، أدوته في مية، خدت يا دوبك ربع معلقة صغننة من البودرة، ربع معلقة على سنها، وزودتها مية بالشكل ده، أبدأ أحط على العجينة معلقة معلقة كده لغاية ما أوصل اللون اللي أنا عايزاه، ماشي، وعجينها بقى كده، طبعا سنة المعلقة المية دي مش هتأثر على مستوى العجين خالص كده، دي ألوان صحية من عند العطار، عند اي عطار تقولوا عايزه الوان الصحيه زي ما اتفقنا، لو انت كنت جبتيها في الرز ايه هاتيها بقى النهارده، هو سعرها مش غالي ولا حاجه قوي، وان شاء الله تلاقيها عند اي عطار الوان صحيه ان شاء الله ما فيهاش اي ضرر، ماشي كده، ادعك فيها لغايه لونها ايه، هي عايزه خدمه شويه لغايه لونها ما يبقى اخضر، والاحمر نفس الحكايه، اغير الجوانتي والبس واحد تاني نضيف واشتغل بالايه؟ باللون الاحمر. دي بقى حاجات تنفع لاعياد الميلاد كده، والاطفال بينبهروا بالحاجات دي جدا. كده. ماشي. اهي كده ادعك ادعك فيها لغايه ما تلاقيها كلها اتلونت باللون الايه؟ الاخضر ده بقى عايم فيها. عايزه ازود كمان، عايزه المس انا الجوانتي التاني.
ازود في اللون لغايه ما اجيب اللون اللي انا ايه اللي انا عايزاه اللي انا افضله. تمام. والاحمر نفس الحدوته واسيبها تخمر بقى وهي ملونه كده. ماشي كده وهي بالمنظر ده كده اهي. حابه تلونيها عن كده كمان اوكي، حبها كده كويسه خلاص. ماشي انا هوريك اللي انا ايه عاملينه قبل الحلقه. سرب. بصوا الاحمر بالشكل ده كده، ودي ده الخمران بقى اخضر، والابيض اللي هو زي ما هو ما حطوش اي لون. خلاص سهله، هي عجينه البيتزا، وكمان حاطه لها لبن مخلياها مغذيه اكتر. اشيل بقى دول كده ونبقى نعملهم بعدين، نلونهم براحتنا او نعملهم بيض بقى كده زي ما انتوا عايزين. بتيجي نعملي بقى ايه؟ طب المكرونه خليه هنا. بصي الصلصه بتاعتنا، بتجيبي ايه الصلصه؟ الصلصه ومعاها زعتر وتوم، ثوم مفروم وحبه زيت تمام، ونقلبهم كلهم مع بعض. دي بقى الصلصه اللي على وش ايه اللي على وش البيتزا، صلصه طماطم عاديه مع زعتر وثوم مفروم، ممكن اديها شويه ملح وفلفل، انا عايزه اوريكم الحكايه واقول لك ايه اللي حصل فيها عشان برضو كلنا نبقى خليين بالنا اهو. بصوا الحكايه بقى بالشكل ده كده، اتنفخت وشققت شويه واستوت وشها احمر، لكن بقى ايه اللي حصل؟ جيت احط فيها حرف السكينه لقيت لسه في عجينه وهي ايه استوت خالص واحمرت. عملت ايه؟ رحت موطيه النار خالص على 140 درجه او 150 درجه وسبتها تكمل سوا بدرجه حراره منخفضه، واللون كويس معقول ايه لسه كمان بيزيد معايا شويه. انت خايفه ان اللون معاك يغمق عن كده وتغطيه باي ايه؟ باي ورق فويل، باي صنايع، باي حاجه. ماشي؟ معانا مين؟ اسراء. اسراء ازيك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه اخبارك؟ احنا بنحبك قوي والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بتعملي اكلات غريبه والله. إيه حلوه ولا وحشه يعني؟ لا جميله قوي. ربنا يخليكي. بتجربيها معايا يعني؟ طلعت البسكوت. انهي بسكوت فيهم؟ البسكوت العادي ده. إيه بسكوت النشادر ولا اي نوع بسكوت؟ آه. نشادر. حاضر عيني. ليكي سؤال تاني؟ شكرا جدا ليكي. بصي البيتزا الحمراء بقى دي كده كده، نرقها زي ما انت عايزاها. معانا نرمين، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا نرمين؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا بس عايزه تبعتي لاهل ليبيا بسبب المطرونه اللي انت عاملاها النهارده. لا اساسا على طول رب. احنا يعني طول شهر طول 15 يوم على طول بعملها انا. طب ايه رايك في طريقتنا دي؟ يعني. والله إيه خالتك الليبيه ولا ايه؟ ايه؟ خالتك ليبيه؟ لا متجوزه ليبيا. وبتيجي هنا تعملها؟ يعني هي معلمانا نعملها بلحمه ونعملها بفراخ حتت ونحط لها بطاطس. ايوه ربنا يحفظهم. قالوا بقى ربنا يهدي الحال عندهم يا رب. الله. ربنا يهدي الحال ان شاء الله ويحفظهم من كل سوء احنا وهم يا رب. ان شاء الله على خير يا حبيبتي. بص بقى كده اعمل بيتزا خضراء، بيتزا حمراء، انا اعمل لك عينات وانت بقى ايه. شوف بقى البيتزا دي ما تكبرهاش قوي يعني كده، حلوه قوي للاطفال مثلا لو هي الاطفال بعيد ميلاد مثلا ولا المدرسه وهتعمل لهم حاجه توجهها لهم وعملت لهم حاجه زي كده هينبسطوا منها جدا. بص كده انا محتاجه ادهنها بس سنه زيت علشان ايه ابقى في المضمون. انا اعمل واحده وواحده وواحده وانت بقى ايه اعملي زي ما انت عايزه بقى، كتري بقى. شوفي انت عايزه تعملي لهم قد ايه. معانا امنيه، اهلا وسهلا.
الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام نيه؟ ليه عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ كويسه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ميرسي بجد على الحاجه اللي انت بتعملها لنا دي، كويسه جدا جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شكرا ليكي. معلش كلمينا تاني ونعمل واحده بيضة. تمام برضو، يعني واحده وواحده وواحده كده، ونظبط الدايره معانا. عايزه تصغري عن كده، عارفه ممكن كمان تعملي ايه؟ يعني تفرديها كلها مره واحده وتعمليها بس صغنونه كده بالقطاعه، برضه تبقى حلوه جدا. يعني مش عايزه تعمليها كده بالمقاس الكبير شويه ده، بالقطاعات بقى كلها تبقى مقاس واحد وصغنونه قد الاطفال عشان ما يبقوش منها حاجه. ماشي اهو كده. دي بتبقى بيضه. نيجي بقى هنا كده، نجيب الصلصه اللي احنا عملناها، صلصه طماطم معاها ثوم معاها زعتر وملح وفلفل وحبه زيت، ونديها طبقه كده، ونخلي اللون يبان، يعني ما نغطيهاش كلها، خلي اللون يبقى باين كده من الحروف، يبقى شكله حلو. كده وبرده هي خلي الابيض يبان برده. الحاجات دي بتبهر الاطفال جدا. ماشي ودي على الاحمر برده، اخلي الاحمر باين. وديها بقى ايه كل اللي انا عايزاه بعد كده، يعني ده كده الاساس الصلصه، وبعد كده ادي حشوات زي ما انت عايزه بقى. انا هديها فلفل وفلفل الوان وجبن وزيتون، انت عايزه لحمه مفرومه مع الصاجة، عايزه فراخ مشوياها كده زي ما انت عايزه. حبه كده اخضر اصفر فلفل احمر. طبعا الحاجات دي كلها الموجوده عندك تستعمليه، يعني مش ما عندكيش الوان مثلا فلفل الوان وعايزه تستعملي فلفل اخضر بس، ممكن جدا زي ما انت عايزه. انا عندي اساس الحشوه الفلفل والزيتون والجبنه، تغيري الحشوه زي ما انت عايزه. معانا منى، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ ازيك يا منى؟ انا بحبك قوي. ربنا يخليكي. عامله ايه؟ وطي التلفزيون عندك شوية يا منة. يا منة مدام نجلاء. أيوة معاكي. ازيك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ عايزة اعرف طريقة الكيكة العادية. الكيكة العادية؟ طب ما احنا عملنا النهاردة كيكة حلوة قوي النهاردة. شفتها. يسلم ايديك. انت ممكن على فكرة تعمليها من غير ما تسقيها عسل، ممكن تبقى نفس المقادير دي ومش عايزة تسقيها عسل، ان احنا ما تسقيهاش، هتبقى برضو حلوة وطرية جدا. جميلة؟ جدا ان شاء الله. كل اكلك جميل. الله يخليكي حياتي، الله يخليكي، شكرا جدا ليكي. بصوا كده. ام جنى اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام جنى؟ الله يخليكي. ازيك يا ام؟ الحمد لله. ازيك انت؟ على كل اللي بتقدميه. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بعد اذنك طريقه الكيكه العاديه اللي حضرتك عملتيها بس من غير الشربات، المقادير بعد اذنك انزلها لك تاني. حاضر. عينيا. هي المقادير دي اعملي بيها كيكه عاديه. لو مش هتعملي الشربات بلد دوت بالعسل النحل، اعمليها عادي كده، هتبقى برضه طريه وحلوه جدا. طيب ماشي. ولو سمحتي اللي حضرتك بتعمليه دلوقتي لان ما لحقتوش برضه الطريقه دي، بيتزا ملونه. بعد حاضر هنزل لك مقاديرها. حاضر. يعني هنزل كل المقادير ان شاء الله. بص كده، حطها بقى في الفرن كده، ومعانا الكيكه انا موطيه عليها. ابص كده، اجيب سكينه واشوف الاخبار ايه. ممكن كده حرف السكينه كده بس. لا بصوا طلعت نظيفه اهي، يعني ايه؟ خلاص استوت. انا هطلعها دلوقتي وهعمل لك بقى الصلصه بتاعتها بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد.
ورجعنا من الفصل ودلوقتي بقى ايه الكيكه طلعت زي ما وريتكم وعرفنا ان احنا عملت ايه معانا. لقيتها احمرت من فوق ومن جوه نيه. لازم تدخلي السكينه جواها تشوفيها فيها عجين ولا لا. لو طلعت اي سكينه او اي خله او حاجه فيها عجين تبقى ما استوتش. بتوطي النار عليها وتسيبيها زي ما عملنا كده بالظبط. ماشي. هجيب بقى هنا واعمل الصلصه بتاعت الكيكه ديت. اجيب حبه لبن او ميه، لازم تكمل بشويه ميه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كاكاو حوالي نص كوبايه كاكاو كده، اقلبها. ماشي. وعسل نحل اسخنها على النار بس شويه. ماشي. نجيب معلقه خشب. حاضر. ما تقعدش تطرقع معانا وتبوظ الحاجه. ممكن دي. ماشي. ادوب الكاكاو وانزل عليه العسل بس، وهنزله سخن على الايه؟ على الكيكه. انا لسه كانش عندي وقت ان انا اعملها قبل ما اطلع الكيكه الحلوه قوي، انك تستني مثلا قرب كيكه ما خلاص هتستوي. ده عسل نحل وهتشربوا كيكه ان شاء الله، وهيبقى مفيد جدا جدا للاولاد اللي مش بيرضوا ياكلوا عسل نحل. كده اسيحه مع حبه اللبن والكاكاو، يسخن بس كده ونزله على طول على الكيكه وبس كده. بصوا الكيكه بقى شكلها جميل ازاي، بقت نصها بني ونصها ابيض. اللي بيحب الكيكه ياكل من الناحيه دي البني، واللي بيحب الابيض ياكل من الناحيه الثانيه. عشان ما نقعدش نعمل صينيتين بقى. كده بقى عسل النحل بقى ايه بني من الكاكاو، بيبقى جامد جدا كانه شوكولاته. ام ايه اهلا وسهلا. ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت جميله قوي وانا بحبك خالص. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. شكرا جدا ليكي. الله ده يكرمك. ليك اي سؤال؟ ايوه، المكرونه اللي حضرتك عملتيها دي واحطها كده من غير سوى يعني؟ من غير سلق؟ لا، تحط زي ما هي كده. طب هتستوي ازاي بقى؟ هتستوي هي، ما هي انت حاطه الصلصه كتير وعليها ميه كمان، بتبقى الصوص بتاعها كتير. هي بتبقى كده يعني. احط لها ميه كمان؟ انت حطي مكرونه، حطيتي طماطم تقيله اتسبكت شويه. حطي لها ميه وخليها تغلي، وبعدين حطي جواها المكرونه بقى. دي اكله ليبي معروفه جدا يعني. ان شاء الله وتبقى فيها صوص كتير، يعني مش ناشفه زي المكرونه بتاعتنا، لا بيبقى فيها صوص. ماشي. شكرا جدا ليكي. هبص العسل ايه ده كده وهتسخن معايا اهو كده. اهو سخنه سخنه سخنه. طب انا عايزه اقلبها على طبق. لوجي معانا، اهلا وسهلا يا لوجي. السلام عليكم. صحت الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا بنت نجلاء؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. ليكي سؤال يا لوجي؟ ايه؟ ليكي سؤال؟ عايزه اعرف طريقه الكب كيك الملون. حاضر. ليكي سؤال تاني؟ شكرا يا لوجي. يسخن معايا. ابص على الكيكه ممكن؟ ممكن. ما شاء الله قربت خلاص اهي. هي نفخت معانا ويعني حبه صغيرين جدا وهتستوي. طبعا بتعرفي انها استوت من ايه؟ هتعرفي انها استوت من البيضه. البيضه لما تستوي يبقى كلهم استووا. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب بقى سكينه واقطعها. ليه؟ علشان تشرب معايا من الكريمه دي كويس. اقطعي بقى مربعات زي التورتايه زي ما انت عايزه. فاحنا ممكن نقطعها كده زي التورتايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اعلم مكانها كده عشان تشرب من صوص العسل النحل.
ماشي، انا بكملش الاخر عشان تشرب، وبعدين في الاخر بقطعها بقى كويس. تمام ادي كده العسل النحل مع شويه من اللبن مع الكاكاو. ممكن كبشه او معلقه اي حاجه اوزع بيها بس ايه عسل النحل بالكاكاو ده، صدقيني هتحليها جدا جدا. مري على كل فتحاتها كده علشان ايه تشرب من العسل النحل والكاكاو اللي فيها. حبه بقى تذوقيها بجوز هند، حبه تذوقيها شوكولاته مبشوره، حبه تذوقيها باي حاجه تانية انت عايزاها، مكسرات، فول سوداني، رشيها دلوقتي على طول. طبعا كده الكيكايه دي نصين مش تايجر، مش اللي احنا مش اللي هي الكيكه الرخاميه اللي احنا منفذين فيها ده على ده، لا دي نصين بس، ده نص بني نص ابيض زي ما اتفقنا كده، هننزل الاثنين مع بعض علشان ايه يبقى نصها بني نصها ابيض. انت عايزاها تايجر؟ لا ما بتبقاش كده. ادي كده اوكي خلاص، هنضف دي بس كده. حابه بقى جوز هند عليها، ممكن تفتحيها بحبه جوز هند صغننين كده عليها من فوق، واوريكم البيتزا كده. خلصنا حلقتنا النهارده، عملنا مع بعض ايه فتت العدس، وعملنا اوريكي دي برده هدخلها تاني الفرن تاخد لها حاجه صغنونه خالص، بس هي كده يعتبر ان شاء الله استوت برده. ادي كده البيتزا بتاعتنا، عملنا فتت العدس بالخل والثوم، وعملنا المكرونه المبكبكه على اصولها ان شاء الله، وعملنا كمان الكيكه بعسل النحل، وعملنا بيتزا ملونه. ويا رب النهارده يكون عجبكم كل اكلنا يا رب، وتجربوه معانا. ولو في اي تعليق يا ريت تكتبوا لي، انا بقرا كل التعليقات وقريت تعليقات امبارح وكل حاجه ان شاء الله. اشوفكم على خير، اللقاء.